نداء من أجل مستقبل آمن لأطفال الصحراء الغربية إلى السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة إلى مبعوثه الشخصي السيد كريستوفر روس إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف إلى كل منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية إلى حكام هذه الأرض وشعوبها إلى دعاة السلام والمنادين بالحرية والعدالة في هذا العالم إليكم يا أطفال العالم نوجه هذا النداء لن نتوسل لأحد ولن نستجدي عطف أحد لأننا أطفال أصحاب حق وقضية سنرفع أصواتنا عاليا ونخط بأقلامنا الصغيرة ما نختزله عن هذا العالم كلمات من نور لمن يجيد استخدام الحواس لمن استطاع حتى هذه اللحظة أن يحافظ على الكينونة الإنسانية ولمن ما زال يتمتع بخصائص الآدمية نتوجه إليكم كوننا ما زلنا نملك الأمل والإيمان بأن الخير والحب والسلام أقوى من الشر والظلم والقهر والعدوان إن طفولتنا وطفولة إخوتنا بمخيمات العزة والكرامة مثل سائر أطفال العالم مليئة بالأحلام والتطلعات التي تجسد حياة هادئة فعلى الرغم من الحنان والحب والعطف الممنوح من والدينا إلا أن حياتنا يسيطر عليها الخوف والخطر والخوف ليل نهار فنسمع بلا توقف صيحات آهات شعبنا في الشوارع ونرى بأبصارنا تعنيف أمهاتنا وسحلهن بالشوارع وجر شيوخنا وتعنيف إخوتنا ومحاصرة مدارسنا لا بل وتطال هذه الجرائم شريحة واسعة من الأطفال وما حالة الطفل الشهيد ناجم القارحي رحمه الله إلى خير مثال لماذا هذا الصمت أيها العالم؟ لماذا تنتهك حقوق شعبنا نهارا جهارا؟ لماذا نقسم إلى جزئين؟ شعب في المنفى وآخر تحت الظلم والحصار ولماذا كتب علينا أن نرى الخوف في أعين أمهاتنا ونحن في طريقنا إلى المدارس؟ أين ضمير العالم الحي المزعوم من أمنياتنا بوطن آمن وحر وبممارسة ثقافتنا بكل حرية واختيار رجاء بمفهومنا البسيط أفهمونا هل يعني احترام حقوق الإنسان والمرأة والطفل حصار المدارس والتعنيف أم يعني القتل والضرب والسحل والاعتقال والزج في السجون؟ نتساءل نحن أطفال الصحراء الغربية بكل براءتنا ونقول أفهمونا أي ديمقراطية تريدون ولأي سلام تتطلعون فبرغم كل هذا الحصار كل هذا التجعرف كل هذا القهر رغم حرماننا من أبسط حقوقنا سننمو سنترعرع سنكبر وانطلاقا من شعورنا بالمسؤولية تجاه قيدتنا ومعتقلينا وشهدائنا وجرحانا وشعبنا باللجوء وخاصة الأطفال منهم نتوجه بندائنا هذا إلى كل محبي السلام وإلى كل أطفال العالم الذين نحبهم مطالبينهم بالتالي حل القضية الصحراوية حلا عادلا على أساس ما أقرته الشرعية الدولية العمل على تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل العالمية فك الحصار الإعلامي الخانق على شعبنا بالمناطق المحتلة إطلاق سراح معتقلينا من سجون الاحتلال وإلى المجتمع الدولي نقول كفى انتهاكا لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية وفي الأخير تقبلوا كامل التقدير والأمنيات أطفال الصحراء الغربية بالمثل